ريفيل. السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم. انا دلوقتي في البوس الخاص بشركه الزمله او مؤسسه الزمله للتجاره. هم متخصصين في تنظيف المباني من الخارج والواجهات، وكمان عندهم تنظيف الالواح الشمسيه. بس مهندس يعرفنا على نفسه اكتر ويعرفنا على المنتجات، ان شاء الله يدينا فكره عنها تفصيليه. حياكم الله يا باشمهندس. الله يحييك، يا اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. انا اسمي اياد العوجان، نعم، صاحب المؤسسه. نعم فيك. احنا نشتغل في هذا المجال من اكثر من حوالي 15 سنه. تمام. عندنا اجهزه تنظيف، وكذلك احنا نقوم في عمليه الصيانه. اجهزه التنظيف هذه هي خاصه في تنظيف الزجاج والكلادينج والواح الطاقه الشمسيه. تمام. وكل جهاز له احتياج معين حسب الارتفاع وحسب الحاجة. يصل الارتفاع من 8 متر 60 سنتي إلى حوالي 20 متر. الفكرة بسيطة جدا، طبعا لا يحتاج أي كهرباء أو أي حاجة، مجرد يتم شبك الفلتر هذا بالحنفية عادية بدون أي ضغط، يتعبى الخزان، يطلع الماء من اللي النحيف هذا، يوصل الى 20 متر. 20 متر الماء يطلع نقي. الماء النقي لما يتم تنظيف فيه الزجاج او الماء او الكلادينج او الطاقه الشمسيه، يتم بعد ما ينشف، راح يعطي نتيجه رائعه جدا في التنظيف من دون استخدام اي عملية كشط أو مسح. تمام. فقط لا غير. هذا ما يخص أجهزة تنظيف الزجاج. أوكي. طيب من ناحية تنظيف الواجهات. من ناحية تنظيف الواجهات، هذه العملية إحنا نقوم فيها كمؤسسة، من تنظيف أي شيء يخص الحجر الطبيعي. أي شيء يخص حجر طبيعي. من أرضيات أو واجهات. اوكي. كذلك نقوم بمعالجه مشاكل الاملاح او اي حاجه ثانيه. يوجد لدينا اجهزه احنا نشتغل فيها، ما نبيعها، هذه فقط احنا نشتغل فيها لعمليه تنظيف الارضيات او الواجهات باي ارتفاعات كان. اي ارتفاعات؟ اي ارتفاع كان. اقصى ارتفاع ممكن تشتغلوا فيه كان؟ طبعا نستخدم سقالات فيها، هذه اي حاجه لها نستخدمها فيها. بس احنا عندنا مواد خاصه لتنظيف هذه الواجهات. طيب بالنسبه لتنظيف الارضيات والانترلوك والرخام؟ ابدا، احنا عندنا اجهزه مع باور ماشين تجي معاها كبيره، يتم شبكها مع الجهاز ويتم عمليه فرش لتنظيف الارضيات. تمام. مع مواد كيميائيه. انتم موجودين في الرياض ولا فين مكانكم؟ احنا نغطي كل المملكه. احنا كل المملكه؟ احنا موجودين في الرياض بس نغطي اعمالنا في كل المملكه. في مشاريع، يعني اي شركه او اي مباني أي محتاجه مباني نشتغل فيها. تنظيف. نعم. في جميع انحاء المملكه. نعم. زي ما احنا شايفين كده شباب، الفرش دي بتصل لاكثر من 20 متر، بتفيدنا جدا في تنظيف الواجهات. كذلك عندنا معدات تنظيف اسكليترز اللي هي السلالم الكهربائيه. السلالم الكهربائيه. السلالم الكهربائيه هذه فيها معاناه في عمليه التنظيف، فهذه هذه اجهزه خاصة في تنظيف السلالم الكهربائية بمواد كيميائية تجي معاها، هي باكج كامل تجي تنظيف. احنا نقوم بعملية التدريب بشغلة بسيطة جدا، يعني زي ما انت شايف هنا، هذه عملية تنظيف الاسكليترز. إضافة المادة الكيميائية، يتم غمر الاسفنج في هذه المادة، بعد ذلك يتم وضعها على الاسكليتر وهي تتحرك وتقوم بعمليه التنظيف. هو بينظف الريش بتاعت الاسكليتور، يعني داخلي. نعم. مش مجرد خارجي يعني. بالضبط. فدي ميزه خطيره، وكمان زي ما احنا شايفين يا شباب الشكل بتاع الفرشه بينظف الجوانب بتاعت الاسكليتور. بالضبط. يعني هو بيبقى الجزء ده اللي تحت بيدخل في المسام او الفتحات بتاعت الاسكليتور زي ما احنا شايفين ثم كده، ثم ياخذ هذا الماده يقوم ينظفها بالميه. أوكي. مره ثانيه ويرجع يستخدمها لمده 10 مرات. يعني الاسفنجة الواحدة ممكن استخدمها في التنظيف 10 مرات. نعم. 10 مرات. حياكم الله يا باشمهندس، والف شكر على بالاضافة على الى بس شغلة واحدة ثانية، عندنا اجهزة اللي هي المكانس الكهربائية. اوكي. هذه المكانس
نو 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 دونت مكانس كهربائيه ارتفاعها الى حوالي 15 متر، تجي معها عده فرش بعده اشكال الى ارتفاعات عاليه. هذه ما يحتاج اي رافعات او اي حاجه للتنظيف الداخلي. هي الفرشه نفسها اكبر طول ليها كم؟ 15 متر اعلى شيء. 15 متر. نعم. زي ما انتم شايفين يا شباب الفرشه تقريبا 15 متر، تقدر تنظف لك من ارتفاعات 15 متر، فدي ميزه خطيره بصراحه. يعني تقدروا مع شركه الزمله والتواصل معاهم ان شاء الله تحصلوا على كل الخدمات دي. حياكم الله يا باشمهندس، والف شكر ليك. شكرا. حياك الله.